سلامة، اليوم راح ندير معكم بطاطا برانية اللي نديروها احنا في عنا بقى. الوغ البطاطا برانية جينيرالمون تجي بنينة كي تعود فيها الدجاج. انا راح نديرها بلو بلون دو بولي، هذا بالزدر تاع الدجاج. عندي هنا شوية تاع زدر تاع الدجاج، عندي هنا بصلة مويان، عندي هنا شوية تاع معدنوس ابوبخي نص ربطة، فلفل كحل، ملح وزوز سنات الثوم، وعندي هنا واحد قريب كيلو نتاع بطاطا مانيش راح نطيب ياسر، والقرن هذا تاع الفلفل الحار اللي ما حال في الطياب نتاعنا في عنابه. الوغ لاصوص هذه ما تجيش فيها الطماطم، انا نديرها بلا طماطم. دونك نبدا، حطيت هنا كيما تعرفوني ديما نحط ابوبخي زوز مغارف من هادي نتاع زيت، زوز مغارف زيت من هادي. الوغ كيما قلت لكم عندي هنا ابوبخي زوز مغارف تاع زيت. رايحة نحط البصلة اللي انا ميكسيتها باش تجيني مرحية سوا. نحط عليها الدجاج بيان سور، غسلته كيما عندي، كيما قلت لكم عندي بلوند بولي. نحط شويه خلاص نتاع ملح كيما تعرفوني ما نكترش، ونحط الفلفل الكحل. الوغ درك رايح نحطهم يتقلاو، كي يتقلاو يوصلوا نص تقليه هكاك. انا البصل رابيتو مليح فميكسيتو ولا فريمون كي العجينه، دونك ما يطلبش نقليه ياسر، واحد 20 مينوت تكفيه. دونك كي يعود نص التقليه نحط عليه الثوم، ونحط عليه شويه نتاع معدنوس، ونزيد نقليه انكار. هلا شوفوا معايا درك خليتها تقلات واحد 10 مينوت، راح نحط عليها شويه برك نتاع ما كيما تعرفوا ما حطيتش زيت ياسر، انا شويه خلاص. ودرك ابوبخي زوز مغارف من هذه تاع ما ابوبخي. الو واش راح نحط درك؟ راح نحط الثوم وشويه نتاع معدنوس، يزيدوا يتقلاو شويه. فوالا ابوبخي النص تاع لا مواتي، سيتادير انا درت محسوب نص ربطه، انتم ديروا النص تاع النص الربطه تحطوه الاول في التقليه. ورايحه نخليها نزيد عليها اونكور ان تي بو تاع ما شويه برك، ها شويه خلاص، ونخليهم يزيدوا يتقلاو. الوغ لو طون لي تتقلى البرمه تاعي انا راح نرجع للبطاطا. انا قشرتها وغسلتها وقصيتها شتو كيما تقليوه كيما ديروا لي فريت. الوغ نديروها ليجيرمون اخشن من تاع لي فخويت، لي فريت بلوتو. الوغ شوفوا كيفاه ندير، راح نحكمها هاك على جنب. شوفوا ها ماهيش رقيقه كيما تاع لي فخويت، ليجيرمون اخشن مش ياسر. فوالا رايحه نكملها ونرجع لكم. ما تقلات البرمه تاعي درك تشوفوا انا راح نمرقها، قلت لكم المرقه تاعي بيضه برانيه راح نديرها بيضه. بون حطيت مانيش راح نطيب ياسر كيما قلت لكم، ميم با كيلو نتاع بطاطا راح ندير. دونك حطيت اقل من اترا نتاع ماء، والدجاج يطيب في ساعه، دونك ما كلاه تكثروا الماء شويه برك. الوغ راح نحطها طيب البطاطا، اونتخو طون راح نقلي هذيك بلوتو المرقه اللي تطيب، واونتخو طون نقلي البطاطا تاعي اللي قشرتها ونعدت لكم كيفاش تقصوها. بعد ما محسوب لبات المرقه تاعنا، انا قبل حطيت القرن تاع الفلفل هذاك، ها هو بون باردون على لافابور هذه اللي جات، حطيت القرن تاع الفلفل. درك واش رايح ونحيت الدجاج قليتو، درك راح نرمي البطاطا هذيك اللي قليتها انا. كي نقول لكم قليتها سي فريمون قليتها، مانيش جوست حمرتها برك، انا نقوي في الغاز شويه هكا. الوغ نخليها واحد الخمس دقائق تزيد طيب شويه. واش راح ندير درك؟ عندي المعدنوس هذه اللي خليتها، نزيد عليها نص كعبه تاع قارص، النص كعبة تاع قارص مش ياسر، كون جات معمرة البرمة نحط كعبة قارص. دونك ونحط المعدنوس بالقارص، فوالا كاين بلايص
الناس يحطوا العظام، احنا في عنابه ما نحطوش العظام، بنحطوا باغزوم في الوسط في الجزائر شفتهم يحطوا فيها القرفه، وكان يحطوا الحمص. احنا العنابه هاي لما نغلي نطيبوا بها البطاطا البرانيه تاعنا. داير كاين بلايص وين يعيطوا لها الكباب، كباب كباب جو سي با. المهم البطاطا البرانيه تاعنا طيب كيما هاك، ما فيهاش القرفه وما فيهاش العظام على الاخر، جوست الكعبه تاع القرص معها المعدنوس. تزيد درك تغلي شويه ونطفي عليها ونسقيها. الوغ البطاطا البرانيه تاعنا وجدت، طيبتها. الوغ كيما شفتوني على الاخر حطيت عليها نص كعبه قارص، خلطتها مع المعدنوس وصبيتها عليها، خليتها تزيد تغلي شويه واحد زوج دقائق برك، مش حاجه كبيره. الوغ درك راح نحط عليها شويه نتاع معدنوس من فوق، اللحم الدجاج بلوتو انا زدت قليته كيما قليت البطاطا نحيتها وزدت قليته هو. دونك نقول لكم جربوا لا غوسيت هادية، بنينه 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 فريمون، انا نموت عليها، جادور البطاطا هادية البرانيه. نقول لكم جربوها، سي اون تري تري بون غوسيت، وكي تجربوها ما تنساوش تحطوا لي لي جيم لي كومونتير، ولي ما همش ابوني ابوني في لاشين تاعي. ونقول لكم ان شاء الله نتلاقى معكم في غوسيت واحده اخرى، اي نيزيتي با تجربوها.